ليها اكيد مع الاحترام لكل الاشخاص اكيد انا كثير بحبها لهالبنت انا ما بعرفها شخصيا بس انا كثير بحبها لهالبنت معلق معك لانه ليه اول ما صارت القصه بعثت لها قلت لها كوني قويه تعرف ليه قلت لها كوني قويه مع انه يمكن كان في كثير ناس ضدها بهذا الموضوع بعد ما خلعت الحجاب لكن قصه الحجاب اللي انا بقدسه وبجله وبحترمه واللي هو من بيئتنا ماشي يوم اللي هي بتلبس حجاب او بتخلع حجاب هذا امر شخصي هذا امر شخصي هذا شيء عليها على جسمها هي انا ما خصني انا والله العظيم وقت اللي صارت وهي بتعرف قلت لها ليا كوني قويه بتعرفي ليه انه هذا الشيء انت نقيتيه عرفت شو قصدي ليا صراحه 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 فتش بين ليا وبين كثير تيك توكرز قبل مع انه في ناس بحطهم على راسي وبقلبي انضف من كثير ناس صراحه شو خلعت الحجاب ماشي هذا الشيء حرام طيب انا مش الله لحتى احاسبها اذا هي هذا الشيء بطلت مقتنعه فيه وهي بابليك هي انسانه مشهوره طيب اختنقت بوضع معين صار معها ازمه نفسيه معينه مثلا خلعت الحجاب طيب انا مين لحتى اجي اقول لها غصبا عنك وانت كافره وبدي اجي اصل لك راسك بالسيف لا وين احنا وين احنا هذه القصه كلياتها انا برجع بقول لك ما عم دافع على الغلط ها هي عارفه يمكن الشيء اللي عملته ممكن يكون غلط بحق نفسها عرفت شو قصدي بس هي هيك مرتاحه تصطفل بس ما في اجي هاي جماعه انا اجي اعملها خارجه عن الدين الاسلامي انت عم تحكي عن شخص يمكن من بيئه بيته طيب طيب هم ما في جيب حد حدا هالبنت والله العظيم والله العظيم هلا الناس كلها ممكن تعرفها تقول انه ليه خلعت الحجاب بس كثير ايه بس ما بيعرفوا ليه اللي بالبيت ما بيعرفوا ليه اللي مع اخواتها مع اهلها مع العالم مع رفقاتها اللي عندها مثلا روح مرحه اللي عندها مثلا امور عن جد يمكن احسن من غيرها فيها برجع بقول لك يمكن انت تكون عند الله احسن مني ليش بدي اجي انا كثير واجهت انتقادات لازعه بعد خلع على الحجاب انا قرات لك انا مو يحكي على لك انا اكثر انسان بحب الانتقادات انا مره لما غنت للام تذكر انا ماني مطرب شو هالصوت ماني مطرب يا خي رفقاتي مطربين تاع كذا هيك حتى في ناس بيعزوا علي حطينا صوتنا قامت الدنيا ما قعدت تبي حتى عملوني بعد شوي اني زانه عرفت شو قصدي؟ انت عم تغني للأم انا اكتر انسان بحمل انتقادات وكل العالم تعرف اخر همي بس القصة ما فيها اليوم في بنت في بنت ماشي؟ طيب هذا الشخص غلط بمطرح معين بيجي بكفره؟ لا اكيد بيجي بكفره بالعكس يكون داعي انا شفت الكومنتات كتير وسخة الكومنتات لا البنت منا هيك البنت كتير نظيفة وهلا انا بعرف هلا هول الامور يمكن تقلب علي يمكن في عالم ما يمكن في عالم ما تحترمني بهالموضوع بس تعرف حسن يلي بيطلع من خارج الدائرة بشوف الموضوع مختلف بينما لو كان هالموضوع صاير معك انت او مع حدا من عائلتك بتلاقيه جدا صعب وقاسي يعني بعيدا عن التشابه اكيد مش عم شبه ولكن لو كانت ليا بتقربوا لحسن فنيش يمكن كان نظرتك للموضوع مختلف اذا كانت ليا بتقربني بقول لك اياها من الاخر ولا. اذا كانت ليا بتقربني حسيت هذا الموضوع عم يأثر على نفسيتها سلبي عندها هي حرية الاختيار الطفل مع انه هذا الموضوع برجع بقول لك كدين ما بيسمح انا انسان بصلي وبصوم والحمد لله برا عم نحكي برا السوشيال ميديا بس برجع بقول لك اليوم اذا انا خيي كان عم شو عم يعمل عم يشرب عندنا نحن الشرب حرام مثلا عم يشرب ماشي وعنا كمان انا اعطه اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره انا اعطه طب خلص هو ما بده يقتنع مش عم اقول لك ان انا بترك وخلص هلا بنبسط فيه هون مشرب اكيد لا بنقهر بس في قسم من في قسم في خي عنده حياه بيصطفل هذه القصه هي حريه شخصيه بس خليني اختمها لقصه ليا قصه ليا والله العظيم ها وانسى الكاميرا انه موجوده اتطلع شوي بالشخص ما تطلع يعني اليوم هذا الشخص اتجرد من هذا الشيء اللي عليه ليه لا لا بيجي بيحمل السيف بالحق لا يمكن تكون هي مرقت بأزمات مش يمكن مرقت بأزمات معينة طب الموضوع بهالقصة ماشي لا يا انت إلك الحرية الكاملة بهالموضوع اصطفلي هذه حياتك وهذا دينك كل على كل من دينه الله يعينه ما في يعني اجي احمل السيف عليك اذا شلحت الجاكيت ما خصني ما خصني هذه القصة كلها لا بس ما فينا نشبه الحجاب للجاكيت مش هيك قصدي انا اتفق فهمت عليك شو قصدك بالفكرة ولكن كمان ما تقطع عند الناس بلش يلعبها كمل ما تقطع عند الناس